الموت ولا المدنة. جنيف 26/2/2012 أمام الأمم المتحدة. منا نحن اليوم بدنا نصوت له على لبشار على الدستور، وجبنا له الصندوق وكذا، ورح نبعث لهم إياه في البريد السريع، وبستلمه من نهر أوقي بحلب. مجرد بس خلصنا التصوير رح نكبس هاي الكبسة. هاي الشباب جايين من الصوتوح. يلا كده واحد هون التصوير على الدستور. صوتوا للأسد. لا نعم لا كلا فطز. شكرا شكرا حبيبي. ذهبت إلى مجاري سوريا. ذهبت يا بشار. بشار الكلب ابن الكلب. حمد. نقول خسأت يا بشار يا كلب. صوت هذه تصويتي تبدو البندوق ما عاد يزوق. يلا شباب صوتوا لنصور. الله راح يسكر. طز فيك وفي في شبيحتك ودستورك يا كلب يا سفاح. اني اصوت للشعب السوري واسمي محمد محمد فطز لبشار. الاخ هذا ما راح يصوت بس جاب معه عباره اصوت. هاي هي العباره. ما لنا غير الله ثم الجيش السوري الحر. طز في الجامعه العربيه. طز في كل من تاجر في دمائنا نحن السوريين. نقول لهم ما لنا غير الله. ما لنا غير الله. لا اله الا الله. يقول نفس الشيء. ما لنا غير الله. شباب ديمقراطية اللي يصوت على بيشتغل يا قاتل. يصوتون لك الشعب السوري يا قاتل على دستورك الجديد. لن نقول لك نعم. لن ننسى دماء شهدائنا. لن ننساك باب عمر. لن ننسى أطفال سوريا. أقول حسك يا ابن الوطي مكتوب على الترامي بشار ابن الحرامي. عفوا لو سمحت. لا بعدين رح نبعث له. بعدين نبعث له على كبيتي خاصة. اوكي. سبيشال. صوت على الدستور الجديد. قصة الدستور. ألف مرة. عافية. صوتوا بالدستور. قصة الدستور. انني صوتت فابعث رسالة لبشار الاسد. ارحل انت ودستورك. بدي صوت انا باسم في شخص امني اماني انه اصوت له ابو حمده. باسم ابو حمده بصوت له لبشار الخنزير ولحافظ الجربان المقبول. الخنزير خنزير بتعير فيه يا ابن الحلال. وكمان بدي اصوت باسم حسين جبرين ابو زهير كمان راح اصوت له. وهي راح باسم الشابين راح اصوت له. هيدا باسم ابو حمده صوت لدستور بشار. خسأت يا عميل ايران. خسيت يا بشار. ما شاء الله يا بشار شقد محبينك كثيرين. الشعب السوري كله عم صوت لك اليوم. هيدا باسم حسين جبريل.